إلى محافظة الزرقاء وتحديدا إلى مدينة الشرق التي شهدت اليوم انطلاق فعاليات ماراثون المحبة والسلام التي نظمته منظمة المحبة والسلام لمسافتي 4 كيلومترات للصغار وعشرة كيلومترات للكبار بمشاركة قرابة 3000 متسابق ومتسابقة للجنسين عند الشباب الأول أيمن السردي والثاني يوسف حسب الله وعند البنات الأولى هانوي والأولى ليال والثانية هانوي. هذه أبرز لقطات لهذا السباق الذي نظم اليوم. نذهب الآن إلى زميلنا محمد قدري حسن ليطلعنا أكثر على فعاليات هذا السباق. قدري مساء الخير، الله يعطيك العافية. نعم، تحياتي لك زميلنا العزيز بسام المجالي لكل مشاهدي قناة الأردن الرياضية شاشة التلفزيون الأردني برنامج المجلة الرياضية، ونحن نعيش هنا في أجواء سباق وماراثون المحبة والسلام هنا في مدينة الشرق في محافظة الزرقاء. فيصل المسعيد مدير السباق رئيس جمعية المحبة والسلام، ماذا نقول؟ هذا الصباح حوالي 3000 مشارك ومشاركة من الجنسين من مختلف الأعمار. شكرا أستاذ محمد، شكرا للتلفزيون الأردني القناة الرياضية على اهتمامها الدائم في الأحداث الرياضية في محافظة الزرقاء وفي المملكة الأردنية الهاشمية. أعطينا فكرة عامة عن هذا السباق. سيدي، السباق هو يكون من سباقين، يعني سباق للأطفال وسباق للكبار وللكراسي المتحركة. انطلقنا صباح اليوم إن شاء الله في تمام الساعة 8، يعني بما يقارب حوالي 3000 مشارك من كلا الجنسين من جميع الفئات العمرية. هذا أكبر مشاركة. أكبر مشاركة لغاية الآن في هذا السباق في أجواء يعني كما تشاهدون أجواء يعني مشمسة ورائعة في مدينة الزرقاء. المحطة القادمة. إن شاء الله يعني راح نعمل خلال بشهر السنة القادمة في فصل الربيع راح نعمل سباق جديد في محافظة ثانية. يعطيك العافية. هنا يا آدم يعطيك العافية، أنت الأولى، أنت من السودان ومن الأردن أيضا، خلي وجهك على الكاميرا. أنت الأولى على فئة السيدات. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. اسمي هنوي آدم من السودان، بدرس بجامعة الزرقاء. كيف شفت السباق وشاركتي في ماراثون العقبة وماراثون البحر الميت وماراثون عمان؟ والله أنا يعني كل تدريباتي صباح ومساء وبدرس وفي الجامعة بتدرب وفي المدينة الرياضية، والحمد لله يعني جاهزة لكل السباقات، وإن شاء الله الأسبوع القادم كمان برضو عندي سباق بآيلة إن شاء الله، آيلة ماراثون نصف ماراثون بالعقبة إن شاء الله، وبتمنى إن شاء الله أجي مركز أول بإذن الله. نحييك أكيد، يعطيك العافية. سيكون معنا يعطيك العافية العداء الأردني بدر خوالد الحاصل على المركز الثاني على الفئة العمرية. ماراثون كان جميل جدا ورائع، واشكر اللجنه المنظمه وان شاء الله. شو بنحكي عن السباق هذا؟ احمد الخوالده، نشكر التلفزيون الاردني ونشكر الداعين للبطوله جمعيه السلام. طبعا انا عبد الله الخطيب، عداء اردني الترا ماراثون، ركض مسافات طويله. بما اني انا ابن الزرقاء وركضت في كثير محافظات، الحمد لله رب العالمين صار عندنا نقطه ارتكاز نقدر نبلش فيها من الزرقاء. في عندنا خامات في الاضلال، في عندنا خامات في المحافظات كلها، متمنى يصير عليهم نظره، وان شاء الله في الايام الجايه راح تتفاجئوا من اولاد الزرقاء ان لهم اسم ولهم مكانه في الماراثونات العالميه ان شاء الله. شو بتحكي عن السباق اليوم؟ والله الحمد لله السباق كان شرس بصراحه، فئه البي العدائيين، والحمد لله ما قصرنا ومبروك للاول. ان شاء الله محافظه الزرقاء راح تكون الاول ان شاء الله. نشوف مجموعه من الصبايا اللي شاركوا، يعطيك العافيه. شو بنحكي عن السباق اليوم؟ شو بنحكي عن السباق اليوم؟ سباق كويس، مع انه في يعني شويه بالتنظيم ما كان قوي، في ملاحظات في ملاحظات، المسار ما كان واضح للمتسابقين، لكن بشكل عام تحقق الهدف. الهدف انه تتنشط بظل الجائحه الكورونا، انه تنشط الرياضه، وان شاء الله تتنشط والامور ان شاء الله تكون تمام على البلد. اذا هذا هو المشهد هنا في محافظه الزرقاء في مدينه الشرق تحديدا، مشاركه حوالي 3000 في ماراثون المحبه والسلام هنا في مدينه الزرقاء. هذه تحياتي محمد قدري حسن من اكيد المصور فايز الزميل عبد الله الذنبات في الخدمات الانتاجيه، وتحيه اكيد لك زميلنا العزيز بسام المجالي والمخرج اكيد يوسف ابو جمعه، لكل مشاهدي قناه الاردن الرياضيه شاشه التلفزيون الاردني برنامج المجله الرياضيه.